السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد. الفيديو ده أنا عايز أعمله كده مقارنة ما بين المناطق السكنية اللي هي مطروح فيها بيع دلوقتي في العاصمة. احنا عندنا طبعا مناطق القطاع الخاص اللي هي زي منطقة المستثمرين، ودي كانت الطرح الأول في العاصمة، ومنطقة الار 7 ويليها منطقة الار 8 الطرح الثالث. وطبعا أنا عندي من المناطق اللي هي تعتبر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتنفيذ وزارة الإسكان الآر 3، ده يعتبر أول حي سكني هو قابل للسكن من دلوقتي، وتم الطرح فيه كان من 2019. وعندي منطقة الآر 5، هي كان تم طرح يعني بعض الوحدات فيها في 2020، وبعد كده قفلوا البيع في الآر 5، وحاليا مع بداية 2024 بالفعل بدأوا طرح دلوقتي جديد في مدينة جاردن سيتي الجديدة في الار 5. برضو المنطقة ديت من تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من الار 1 لحد الار 6، ده كله تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية. في حاجات بتكون تنفيذ تابعة للقوات المسلحة. طبعا منطقة المستثمرين أول طرح كان فيها كان مع بداية 2016، ويليها برضو في الار 7 بدأت الكومباوندات تطرح في 2017، ومع بداية 2018 بدأ الطرح في الار 8. تمام، يعني هدي لحضراتكم كده معلومة بشكل مختصر عن كل منطقة. أولا بالنسبة لمنطقة الطرح الأول، المنطقة ديت المساحة الإجمالية بتاعتها 1700 فدان، هي موجود فيها طبعا أكبر شركات التطوير العقاري اللي ليهم سابق أعمال قبل كده، منفذين كومباوندات ومشاريع قائمة وموجودة على أرض الواقع. موجود فيها 13 مشروع سكني، ده لو انا بتكلم طبعا عن الكومباوندات اللي هي تبع شركات القطاع الخاص موجوده في منطقه المستثمرين دي. طبعا كل كده ديت الحدود بتاعه منطقه المستثمرين، فيها حوالي 13 مشروع تابعين لشركات قطاع خاص. طبعا بالنسبه للار 7، المساحه الاجماليه للار 7 حوالي 1500 فدان، هي متاح فيها دلوقتي حوالي 35 مشروع سكني، ده بيكون تابع طبعا للشركات بتاعه القطاع الخاص، بخلاف طبعا الجمعيات والمشاريع اللي بتكون تابعة للنقابات وكده. تمام، يليها عندنا بعد كده في الار 8، الار 8 مساحتها الاجمالية 2500 فدان، بتكلم المتاح دلوقتي حوالي 23 مشروع اللي هو المطروح دلوقتي، اللي هي المشاريع اللي هي تابعة لشركات تطوير عقاري. دي اغلب كل المشاريع اللي هي موجوده في الار 8 دلوقتي، اللي هي موجود عليها الاسماء اللي موجوده على الخريطه برضو او كده. فده بشكل عام يعني عشان نكون عارفين ما بين يعني ايه المساحات بتاعه كل حي وطبيعه عدد المشاريع اللي موجوده. طبعا بالنسبه للار 3، انا عندي هنا الار 3 المساحه الاجماليه على حوالي 1000 فدان، مكونه من 8 مجاورات. هنا طبعا الوضع مختلف، لان الوضع ده مش وضع كومباوندات، مش قطاع خاص، مفيش سور بيبقى خاص لكل مشروع سكني بخدماته او الكلام دوت، لا هنا بتبقى كل العماير مفتوحة على بعضها بس معمولة بشكل مجاورات زي ما حضراتكم شايفين كده في الشكل التصميم العام بتاع الار 3. المساحة الاجمالية بتاعت الار 3 1000 فدان. عندنا هنا في الار 5 المساحة الاجمالية 985 فدان، وبرضه معمولة على نظام مجاورات، سواء عمارات سكنية، منطقة فيلات وقصور، مناطق بيكون فيها تاون هاوس، بيبقى فيه طبعا اللي هي المشاريع السكنية اللي بيبقى نظام إسكان مختلط مثلا، سواء عمارات أو نظام الأبراج. خليني بس أتكلم مع حضراتكم برضه، يعني إن أنا أبني المقارنة مع حضراتكم في الفيديو دوت بناء على عدد من المعايير. هتكلم أول حاجة على تميز الموقع ما بين كل حي، هتكلم على التخطيط العمراني الخاص بكل منطقة والشكل الخدمات اللي فيها وشكل اللايف ستايل العام لكل منطقة، سواء شكل العمارات، الشكل اللايف ستايل العام والحياة هيكون شكلها ازاي، الكوميونتي العام طبعا لكل منطقة بشكل عام. هتكلم من حيث الاستلامات والسكن هتكون امتى، الحاجة اللي هتكون اسرع من حيث السكن والحاجة اللي هتتأخر شوية في السكن. من حيث مستوى التشطيب، حضرتك هتستلم مستوى التشطيب هيكون شكله ازاي، التقسيط حضرتك هتقسط ازاي، بالنسبة طبعا لمستوى الأسعار برضو هتكون متفاوتة بشكل ايه، بحيث حضرتك تبقى عارف مستوى الأسعار ما بين كل منطقة يعني بناء على ايه ليفل الأسعار دوت.
هنتكلم من حيث العائد على الاستثمار ومعدل زيادة الأسعار. المكان اللي حضرتك بتشتري فيه دوت، هل السعر فيه هيقارن بمنطقة تانية من حيث معدل زيادة السعر فيه مستقبليا، سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد، أو حتى كفكرة الإيجار بعد كده أو فكرة إعادة البيع مستقبليا، ده هيكسبك كويس؟ فده برضو هنتكلم بناء على المقارنة ما بين المناطق ديت، سواء اللي هي الـ R5 أو الـ R3 أو طبعا مناطق الكومباوندات المستثمرين والـ R7 والـ R8. فهي مقارنة توضيحية، هنتكلم عن كل منطقة بالتفاصيل ديت، بحيث في الآخر إن أي عميل مهتم إن هو عاوز يشتري في العاصمة ومحتار ومش قادر يقرر التوجه بتاعه، يشتري في الـ R3 ولا ياخد في الـ R5 ولا إن هو ياخد شقة أو فيلا داخل كومباوند، سواء في المستثمرين أو الـ R7 أو الـ R8، أنا بدوري في الفيديو دوت بوضح لحضرتك يعني المقارنة كده توضيحية بشكل عام ما بين المناطق ديت، بحيث إنها تساعدك بعد كده إن أنت تاخد القرار اللي يتناسب مع طبيعة التوجه بتاع حضرتك. وأنا طبعا بدوري بشكل عام إن حضرتك مجرد ما بتتواصل معايا على الواتساب ببتدي إن أنا بفهم طبيعة الطلب بتاع حضرتك، وبساعدك طبعا لحد ما بنوصل إن شاء الله لأفضل اختيار ممكن يتناسب مع طبيعة التوجه بتاعك، ويكون طبعا في حدود الميزانية بتاعة حضرتك وبطريقة السداد المناسبة ليك. طيب خليني أتكلم برضو في نقطة مهمة جدا، وهي فكرة العائد على الاستثمار. أنا لحد دلوقتي لسه ما اتكلمتش في الأسعار والحاجات دي كلها والتقسيط والأمور ديت، ولكن كفكرة بشكل عام العائد على الاستثمار، أنا عندي منطقتين دلوقتي اللي هي الـ R3 والـ R5، دي مناطق دلوقتي جاهزة، حضرتك تقدر تدخل وتعين وحدتك وتأصل معاك أقساط لحد 10 سنين. بس هي الفكرة إن أنت الأسعار اللي أنت بتشتري بيها النهاردة ديت هي هتزيد مستقبليا، بس مش هتزيد بنفس معدل الزيادة اللي أنت ممكن هتلاقيها في المناطق الكومباوندات زي المستثمرين والـ R7 والـ R8. ليه؟ لأن كل اللي بيشتري النهاردة واللي اشترى قبل كده هو اشترى بأسعار، أولا هي في منطقة هي لسه المعالم بتاعتها ما بانتش بالشكل اللي احنا نقدر نقارنه بالـ R5 وبالـ R3. يعني طبيعي ان حضرتك كل ما بتشتري في مكان هو لسه في البداية، لسه ارض جرداء فاضية، انا عارف ان المكان اللي جنبي ده هيتعمل فيه جامعة، هيتعمل فيه فندق، هيبقى فيه معلم مهم جدا مثلا ليه او كده، فانا عارف ان ده هيرفع من القيمة بتاعته. كل ما اشتري في البدري كل ده بالنسبة لي هيبقى افضل، ان انا عارف ان المكان دوت لما هيجي بقى خلاص يكون جاهز للتسليم على مدار 3 سنين جاية او 4 سنين او ايا كان، فانا النهارده لو بشتري المتر على 20,000 جنيه، المتر ده بعد كده هيبقى ب40,000 جنيه، تمام، وهيبقى كمان ب50,000 جنيه، هيفرق معايا جدا. لكن انا النهارده لما هاجي هشتري في الار 3 او الار 5 سعر المتر ب50,000، ما هو هيزيد بس عمره ما هيزيد بنفس الزياده بتاعت التفاوت بالاسعار، يعني مش هتلاقي المتر دخل في 80,000، ممكن يوصل بس مستقبليا قوي بعيد قوي، لكن مش زي لما يكون المكان نفسه خلاص في خلال 3 سنين اصبح مهيأ وواصل بنفس نسبة الانشاءات وكل حاجة اكتملت فيه، كرصف طرق، كخدمات، كمساحات خضراء، زي ما احنا شفنا كده في بعض الصور في الار 5 او في الار 3. عشان نوصل للمستوى ده فهتلاقي طبعا الاسعار هنا راحت في حتة تانية خالص في المناطق الكومباوندات بشكل عام يعني. وطبعا الموضوع برضو نسبي بيفرق من كومباوند لكومباوند، يعني اكيد مش كل الكومباوندات بتعلى مرة واحدة، يعني كل كومباوند ليه طبعا طبيعة التميز بتاعه، ونتيجة طبعا للعرض والطلب عليه ده أكيد طبعا بيفرق معاه في السعر بعد كده. فدي نقطة طبعا مهمة جدا، لذلك لو في أي عميل مهتم إن هو عاوز يشتري بفكر استثماري بحت في السكني، سواء شقة أو فيلا، أو حتى لو هو بيدور كسكن مستثمر، لأ أنا بفضله إن هو يركز في الكومباوندات. وطبعا دي بيبقى ليها معايير ومواصفات، وفي الاول وفي الاخر ده كله في الاخر بنقارنه بالسعر وبالميزانيه وطريقه السداد اللي هي بتتناسب مع حضرتك. عشان كده انا بقول لاي عميل لو هو مهتم ان هو عاوز يشتري في العاصمه ومحتار يتواصل معايا، وانا باذن الله هساعد حضرتك واوصلك لافضل الاوبشنات والعروض اللي هي تتناسب معاك وبالشكل اللي يكون مناسب للميزانيه وطريقه السداد اللي تكون مناسبه لحضرتك. فطبعا كفكره استثمار ركز في الكومباوندات في الار 7 في المستثمرين في الار 8، ده هيبقى افضل لك بكتير من ان انت حضرتك تشتري النهارده في الار 5 او الار 3 في حاجه هي مبنيه وخلصانه بخدمات كلها مكتمله، بس ده انت يعني هتشوفه بنفسك بعد كده مستقبليا، ده هيفرق معاك في السعر، هتلاقي المناطق الكومباوندات ديت اسعارها راحت في حته تانيه خالص، حتى ولو كانت بدون تشطيب او نص تشطيب، ده برضه هيفرق مع حضرتك. عموما انا حبيت كده في المقارنه ديت، انا عارف ان انا طولت على حضراتكم،
ولكن انا حبيت اشرح الموضوع بشكل تفصيلي وبشكل مبسط، ويكون برضو بطريقة مترتبة بحيث الدنيا ما توهش من بعض العملاء. حبيت اتكلم مع حضراتكم كده في مقارنة توضيحية لكل منطقة من الأحياء السكنية المطروح فيها بيع دلوقتي، سواء المناطق اللي هي تابعة للقطاع بتاع الدولة أو هيئة المجتمعات العمرانية، أو بالنسبة طبعا للشركات التطوير العقاري للقطاع الخاص. عموما أنا حبيت بقدر الإمكان يعني أفيد حضراتكم بكل المعلومات اللي عندي، ولو في أي استفسارات عند حضراتكم طبعا يشرفني إن احنا نتعاون مع بعض، ولو في أي عميل محتاج إن هو أي استشارة عاوز يشتري في العاصمة ومحتار مش قادر يحدد حتى طبيعة التوجه بتاعه كفكر استثمار، إن هو يشتري سكني شقة أو فيلا أو يشتري محل أو مكتب أو مثلا سويت فندقي، فأنا بدوري مع حضرتك كاستشاري عقاري متخصص في العاصمة الإدارية من 2017، وعندي طبعا دراية كاملة عن كل المشاريع والشركات في العاصمة، وأقدر أقيم لحضرتك المشاريع وأعرفك بالشركات الملتزمة اللي اسمها معروف واسمها كويس بمعنى أصح في السوق، اللي أنا أثق فيه إن أنا أقدر أشتري معاها وأنا أبقى أكون مطمن. فدي طبعا خدمة كاملة أنا بقدر أقدمها لحضرتك، وبوجهك لطبيعة أنسب الفرص الاستثمارية، سواء كفكرة إن أنت حضرتك هتشغل بنفسك، سواء لو بتشتري مكتب أو محل أو أيا كان التوجه بتاعك إن أنت هتشغل الحاجة ديت بنفسك، أو لو حضرتك بتفكر بفكر استثماري بحت إن أنت عايز تأجرها أو إن أنت تعملها إعادة بيع مستقبلي، أو إن أنت هتسكن في الشقة أو الفيلا ديت. فأنا بطبيعة الحال حسب طبيعة التوجه بتاع حضرتك بطرح على حضرتك النهاردة في الوقت اللي أنت هتكلمني فيه أهم الفرص والعروض اللي هي هتكون مناسبة للتوجه بتاع حضرتك، واللي هي تدي لك أفضل قيمة مقابل سعر، مقابل أفضل سعر، ما يكونش سعر مبالغ فيه بمعنى أصح، وفي نفس الوقت ما نجيش ورا السعر القليل لمجرد ان هو سعر قليل، لان اكيد الحاجه اللي سعرها قليل في المقابل انت بتفتقد لمميزات كتير برضو يعني. فهو الموضوع في المطلق انا يعني هوضح لحضرتك كل التفاصيل بالمميزات بعيوب بكل حاجه، بحيث ان انت تكون الرؤيه قصادك واضحه بشكل كامل عشان بناء عليها تاخد القرار الصحيح. طبعا احنا بعرض على حضرتك اوبشنات مختلفه، وبناء عليها بنبتدي نقارن ما بينها، وبنبتدي كمان نقارن ما بين الوحدات المميزه داخل المشاريع ديت، عشان في الاول وفي الاخر احنا زي ما بنختار مشروع مميز لازم كمان نختار وحده مميزه، لان ديت اللي هتاهل الاستثمار بتاعك ان هو فعلا يكون ناجح، سواء لو حبيت تعمل اعاده بيع بعد كده، سواء لو حبيت تاجر، حبيت تسكن، لازم تشتري الحاجه اللي تكون بايعه نفسها، دي اهم حاجه. ما دام انت شاري حاجه هي بايعه نفسها بعد كده في الايجار في البيع في الشراء في كل حاجه، اعرف كويس ان انت بيعتك دي هتبقى سهله، هتبيعها بأعلى سعر ممكن، وهتتباع أسرع، وهتتأجر أسرع، فده طبعا هيفيدك بشكل كويس جدا، لأن في عملاء كتير للأسف بتغلط، يعني كمان مش بيكون عندها تأني إن هي تختار الحاجة الكويسة، وطبعا بتندم بعد كده إن هي دخلت في الاستثمار العقاري، وبتشوف إن الموضوع دوت صعب، وإن هو مش عارف يبيع ومش عارف يأجر ومش عارف يطلع من الموضوع أصلا. فلازم الموضوع تاخده من البداية كده بشوية تفاصيل وشوية معايير، بحيث ان انت في الاخر تكون فعلا بتشتري افضل قيمة مقابل افضل سعر ممكن بمعنى اصح. وده دوري مع حضرتك ان انا بساعدك في كل الخطوات ديت، بدوري ان انا راجل استشاري عقاري متخصص في العاصمة ومحايد، يعني بمعنى اصح ان انا بكون العين بتاعتك والرؤية بتاعتك في العاصمة، اللي بوضح لك بيها كل الاستفسارات بتاعتك، واللي بطرح لك بيها ان شاء الله افضل العروض اللي هي تتناسب معاك. طبعا الخدمة دي بشكل عام بتكون مجانية، بكون معاك طبعا في قراية العقود بتاعة الشركة المطورة بحيث تبقى عارف كل البنود اللي ليك اللي عليك الالتزامات دي، أهم نقطة طبعا عشان ما تتفاجئش بعد كده مستقبليا بأي حاجة ما كنتش أنت واخد بالك منها، فطبعا دي نقطة برضو مهمة جدا. هي خدمة عموما بتكون فور فري مجانية بالكامل، أنا أتعابي باخدها من جهة المطور، ما باخدش من حضرتك أي حاجة، بالعكس أنا بساعدك إن أنت تاخد أفضل سعر ممكن وبأفضل طريقة سداد ممكنة تتناسب مع حضرتك. طبعا تشرفوني حضراتكم في اي وقت، انا طولت عليكم ومتاسف جدا على الاطاله، ولكن يهمني جدا ان انا يعني لما اعمل فيديو ان انا اوصل للعميل كافه التفاصيل اللي هو فعلا تديله الانطباع ان هو مستريح، يعني حاسس فعلا ان هو واخد افاده من الموضوع ده الهدف الاساسي بتاعي. طبعا يشرفني ان احنا نتعاون مع بعض، رقمي ظاهر على الشاشه متاحه للواتساب، وفي كمان لينك موجود في اول الوصف، حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا.
طبعا الخدمة دي عموما بتكون مجانية وتحت أمر حضراتكم في أي وقت. شكرا جزيلا.